الخطوات الأخيرة قبل نصف سد النهضة، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وعاجل أول تعليق من تركيا على حادث قطار توخ، وصدمة تفاصيل قيام داعش الإرهابي بقتل قبطيا شمال سيناء. ووردنا الآن الحكومة تكشف حقيقة تعرض مصر لكتل هوائية سامة، وضربة كبرى من الداخلية المصرية، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وعاجل نكشف أيضا لحضراتكم نتائج تحقيقات السفينة الجانحة. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. وكل عام وانتم بألف خير، رمضان كريم عليكم، وصلوا على الحبيب محمد. تعالوا نبدأ بتفاصيل اول خبر معنا. وعاجل اول تعليق غريب من تركيا على حادث قطار توخ. لأول مرة قدمت الحكومة التركية تعازيها لمصر بضحايا حادث انقلاب القطار في منطقة توخ شمال مصر، والذي يعني كان بسببه تم استشهاد 11 شخص. وزارة الخارجية التركية قالت في بيانها: تلقينا ببلاغ حزن الخبر حول استشهاد 11 شخصا على الأقل وإصابة آخرين بسبب انقلاب قطار في مدينة توخ بمحافظة القليوبية في مصر. وأضافت الوزارة: نتمنى رحمة الله لمن فقد أرواحهم بالحادث والشفاء العاجل للمصابين، ونقدم تعازينا لشعب مصر الصديق والشقيق ولأسر الضحايا. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السكان المصرية عن استشهاد 11 شخص وإصابة 98 آخرين في حادث انحراف قطار القاهرة المنصورة بمنطقة توخ في محافظة القليوبية. ويأتي بيان الخارجية التركية ده تزامنا طبعا مع مؤشرات على تحسن محتمل في العلاقات بين مصر وتركيا، والتي يعني تشهد أزمة كبيرة سياسية منذ عام 2013 بعد رفض تركيا القاطع لعزل الجيش المصري لمحمد مرسي الإخواني القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية. وحسب تركيا التي رفضت سابقا الاعتراف بشرعية الرئيس السيسي، وبدأت تركيا مؤخرا محادثات بعيدة عن وسائل الإعلام حول تطبيع العلاقات، لكن بعض المصادر قالت إن مصر علقت هذه الاتصالات حتى إشعار آخر بسبب بطء سحب تركيا المرتزقة من ليبيا. ربنا يا رب يرحم شهداء قطار توخ ويجعلهم إن شاء الله من أهل الجنة ويصبر أهليهم، وإن شاء الله الشفاء العاجل للمصابين. المصدر معنا كان من RT، يعني بيان غريب غير مألوف من تركيا. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. ويلا ندخل على الخبر التالي، خبر آخر معانا. والخطوات الأخيرة قبل نصف سد النهضة، وتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة الكينية في جولة على عدد من الدول الإفريقية، حاملا رسائل من الرئيس السيسي حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي. المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ قال إن الجولة دي بتأتي انطلاقا من حرص مصر على إطلاع دول القارة الإفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك قبل البدء في عملية الملء الثاني واتخاذ أي خطوات أحادية قد تتسبب في عدم استقرار في المنطقة. وقال إن الجولة دي بتأكد على ثوابت الموقف المصري الداعي لإطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة، يعني تسفر عن التوصل إلى الاتفاق المنشود. وسيتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري في هذه الجولة إلى كل من جزر القمر وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس. يعني احنا بنعمل كل ما هو دبلوماسيا وسياسيا وماشيين صح جدا في الدبلوماسية، ولكن هتبقى مشكلة كبيرة جدا لو اثيوبيا اقدمت على البدء في عملية الملء الثاني
سد النهضة يكون كارثة كبيرة حقيقي، يعني أثيوبيا مش مدركة هذا الأمر. والآن نرى أن وزير الخارجية الدكتور سامح شكري يعني سيقوم بجولة إفريقية عشان نوري العالم مدى التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة، وإن شاء الله النصر لمصر، النصر إن شاء الله لمصر، وإحنا كلنا مع القيادة السياسية والرئيس السيسي على اتخاذ أي إجراء يضمن مصالح مصر وأجيالها القادمة. وأيضا نحن نقف مع السودان في أي حرب المفروض تدخلها بسبب أي إقدام على وقف عملية الملء الثاني لسد النهضة. طبعا في نصور النيل كان تدريب عسكري عظيم جدا بين الجيش المصري والسوداني. إن شاء الله خير، وخليكم واثقين في القيادة السياسية، وتحيا مصر. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. خبر آخر وصادم، تفاصيل قيام داعش الإرهابي بقتل قبطيا شمال سيناء. أعدم تنظيم داعش الإرهابي بشمال سيناء قبطيا كان مختطفا لديه منذ شهور. ونشر التنظيم فيديو لعملية قتل نبيل حبشي سلامة 62 عاما رميا بالرصاص بعد 6 شهور من اختطافه في مدينة بئر العبد بشمال سيناء. واختطفت عناصر التنظيم حبشي في نوفمبر الماضي أثناء سيره في أحد شوارع المدينة، ثم استوقفوا سيارة وسرقوها ونقلوا فيها قبطي وهربوا، ثم اختفوا حتى ظهر مقطع فيديو لإعدامه. بدورها نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية القبطية الذي كان يتولى ويساهم في بناء وترميم كنائس سيناء، وأضافت أنها تقف متضامنة مع كل مجهودات الدولة المصرية في دحض أعمال الإرهاب البغيضة، مؤكدا أن هذه الأعمال ستزيدهم عزما وإصرارا على الحفاظ على وحدة مصر الوطنية. طبعا يعني البقاء لله في شخص الشهيد نبيل حبشي سلامة، البقاء لله وربنا يرحمه. وطبعا يعني احنا شايفين الارهاب بيعمل ايه، فحسبي الله ونعم الوكيل. واترك لحضراتكم التعليق، وربنا يصبر اهله باذن الله. تعالوا نشوف خبر اخر مع بعض. وضربة كبرى من الداخلية المصرية، وتمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن اسوان في مصر من ضبط حجارة يستخرج منها خام الذهب. واوضح البيان الصحفي لمديرية امن اسوان إنه في مجال التنقيب عن خام الذهب تم ضبط 3 متهمين وسيارتين و 22 جوالا تزن حوالي 8 أطنان من حجارة يستخرج منها الذهب، وخمسة هيلتي ومولد كهرباء واثنين اسطوانة بوتاجاز وبطارية سيارة، وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقع. وتابع البيان في مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط متهمين اثنين وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر يزن 400 جرام و 130 جراما من الحشيش. وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 704 أحكام على النحو التالي: 2 جنايات و 153 حكم حبس جزئي و 30 حكم حبس مستأنف و 360 حكم غرامات و 159 حكم مخالفات. المصدر معنا كان من اليوم السابع، وتحية كبيرة للداخلية المصرية. خبر آخر معنا في منتهى الأهمية، ووردنا الآن: الحكومة تكشف حقيقة تعرض مصر لكتل هوائية سامة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم نشره من شائعات الأسبوع الحالي بشأن تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت. ووزارة البيئة قالت في مصر إنه لا صحة لتعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت. ووضحت إن محطات الرصد البيئي تعمل بشكل لحظي لرصد معدلات التلوث على مدار اليوم من خلال فرق متخصصة، ولم يتم رصد أي ملوثات أو انبعاثات بيئية ذات تأثير مباشر على الصحة العامة أو المنشآت. والوزارة شددت على أن تركيز غاز ثاني أكسيد الكبريت لم يسجل أي ارتفاعات ولم يتجاوز متوسط الحد الأقصى المسموح به في الهواء. والوزارة أشارت برضو إلى متابعتها للموقف البيئي لجودة الهواء من خلال الشبكة القومية
لرصد ملوثات الهواء المحيط، والتي تعد الشبكة الأكبر من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي 109 محطات على مستوى الجمهورية. يعني فيما معناه ما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا فيسبوك وتويتر، إن في كتل هوائية سامة في مصر. هذا الأمر عار تماما من الصحة، لا يوجد أي دليل على ذلك، وتم من قبل وزارة البيئة تم نفي هذا الأمر، وهذا الأمر مجرد شائعات فقط لا غير. خبر آخر معانا وأخير وعاجل، نكشف لحضراتكم نتائج تحقيقات السفينة الجانحة. موقع الوطن قال عن مصادر مسؤولة بهيئة قناة السويس بأن التحقيقات التي باشرها فريق من الهيئة بمشاركة مختصين وفنيين من خارج الهيئة توصل إلى عدة نتائج. ووفقا لصحيفة الوطن قال إن حادث جنوح سفينة إيفر جيفن أثناء مرورها قناة السويس كان بسبب وجود عطل فني بالسفينة، بالإضافة إلى خطأ من قبطان السفينة. الوطن برضو ذكرت وقالت إن هيئة قناة السويس على مدار 10 أيام أجرت عدة تحقيقات في الواقعة، استمعت فيها إلى طاقم السفينة هندي الجنسية وقبطان السفينة، إضافة إلى مرشد هيئة قناة السويس، لافتة إلى أن الفريق المصري اكتشف وجود عيوب تصنيعية في السفينة تم إدراجها في التقرير الذي سيقدم إلى الشركة وإلى رئيس المنظمة البحرية بعد انتهاء التحقيقات. كما فرغ فريق التحقيق الصندوق الأسود الخاص بالسفينة جهاز VBR الذي يحوي كافة التسجيلات قبل وقوع الحادث وكافة الاتصالات التي دارت بين المرشد المصري التابع لهيئة قناة السويس وقبطان السفينة. هذا وأثبتت كافة نتائج التحقيقات عدم وجود أي خطأ لدى مرشد هيئة قناة السويس أو أي مشكلة في استقبال رسائل السفينة وتوجيهها قبل وقوع الحادث بدقائق، بالإضافة إلى أن العاصفة الجوية كانت سببا في زيادة الجنوح وليست السبب الرئيسي بحسب مصادر لصحيفة الوطن. من جانبه قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن المفاوضات مع الشركة ما زالت مستمرة لحين الوصول إلى اتفاق مرضي للطرفين ودون اللجوء للمحاكم، وعلق وقال على قرار الحجز التحفظي الذي صدر قبل عدة أيام بحق السفينة بأنه بسبب إجراء لحفظ حق الهيئة، خاصة بعد مماطلة الشركة في سداد الرسوم التي طلبتها الهيئة. كما وضح الفريق أن الهيئة أبلغت الشركة مالكة السفينة بمبلغ التعويضات، إلا أن الشركة فاصلت في المبلغ وطلبت سداد قيمة 10% فقط منه، وهو ما رفضته الهيئة بشكل قاطع. مصدر معنا كان من الوطن، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا اي بي. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.